هل صحيح أن علم أصول الفقه استمد من علم الكلام؟ لا، ما هو من علم الكلام. من يقول هذا؟ مستمد من الفقه في السنة والأسانيد وإلى آخره. نعم، أنت قصدك المصطلح ولا قصدك أصول الفقه؟ عندنا أصول الحديث، هذا المصطلح، وعندنا أصول الفقه، هذا الفقه مستمد من الآيات والأحاديث وإجماع أهل العلم والقياس الصحيح. نعم.